أولا يعني هناك قاعدة واضحة يعرفها الإعلاميون والمحامون، أنه حيثما يوجد قمع للحرية يعني أن هناك فساد في الدولة التي تقمع الحريات، هذا أمر ثابت. ثانيا، ما يجري من قمع للحريات في استهداف المدونين والناشطين الذين يلتزمون الحقوق في التعبير عن الرأي وكشف حالات الفساد، إنما يدل عن أن هذه الدول أو الأنظمة القضائية التي تصدر هذه الأحكام إنما تتبع للأنظمة السياسية وتخالف القوانين المحلية والدولية، حيث أن سرعة حقوق الإنسان تعطي الحرية لكل شخص أن يعبر عن رأيه.